اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال التغطيه الخاصه هنا من القلب العاصمه القطريه الدوحه. وفي اطار هذه التغطيه بالتاكيد عندنا الكواليس والتفاصيل والفقرات الحواريه وبنعيشكم في قلب الحدث قبل ساعات قليله جدا من موعد مباراه الاهلي وباتشوكا المكسيكي. هذه المباراه اللي هتقام الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره على ملعب 974. كنا معاكم بالتاكيد في هذه التغطيه وعلى مدار الساعتين وما زالت هناك التفاصيل والكواليس مستمرة معكم هنا على الهواء مباشرة على شاشة قناة الأهلي من بداية سوق واقف. بقولها بالتأكيد باللهجة العربية لأن بالتأكيد هذا المكان بيشهد تواجد كبير جدا لجماهير النادي الأهلي. اتكلمنا مع اللجنة المنظمة المحلية، خدنا رؤية فنية، اتكلمنا كمان مع رابطة المشجعين والمستشار حسام أبو العلا. دلوقتي محتاجين نعرف الإعلام الرياضي المصري المتواجد في الدوحة كيف يرصد التحضيرات لهذه البطولة، كيف يرصد تواجد جماهير الأهلي التي صنعت الحدث هنا في الدوحة منذ أكثر من حوالي 3 أو 4 أيام مع انطلاق هذه البطولة. لذلك بيشرفني في هذه الفقرة الحوارية الناقد الرياضي والكاتب الصحفي النشيط جدا الزميل العزيز الأستاذ محمد الجزار. جزار منور الدنيا وسعيد بوجودك معايا على شاشة قناة الأهلي. اهلا بيك ابو فارس، سعيد جدا بالتواجد معاك على شاشه قناتنا، قناه البيت الكبير، قناه النادي الاهلي، واهلا بيكم في سوق واقف، واهلا بيكم في الدوحه. والحقيقه منورين الدنيا ومحسسنا ان العيد بدا بدري، لسه قدامنا الشهر 4 تقريبا لحد العيد الفطر المبارك، لكن حسينا ان العيد النهارده هي قبل ميعاده بكتير. الله يخليك يا محمد، وانا عارف دايما انت دؤوب ويعني شغله نشاط الله اكبر عليك، يعني في التعامل مع اللجنه المنظمه، في التعامل مع الانديه المشاركه، دايما عندك الاخبار، عندك الجديد. رصدت ايه في البطوله من اول ما انطلقت وموعدنا غدا مع مباراه كاس التحدي بين الاهلي وباتشوكو؟ عايز اكد لحضراتكم تاني في هاشتاج على شاشه قناه الاهلي، الاهلي التحدي، شاركوا في الهاشتاج توقعاتكم لمباراه بكره، اي اسئله اي استفسارات شاركوا معانا لغايه ميعاد مباراه بكره. هذا الهاشتاج اكيد باذن الله على شاشه قناه الاهلي هيكون ترند رقم واحد على تويتر ومن خلال منصه اكس. محمد، اذا كان منتخب مصر غاب عن المشاركه في بطوله كاس العالم 2022 واحزن ملايين المصريين هنا، اعتقد ان النادي الاهلي يعاد اليهم البسمه من جديد بالمشاركه في بطوله كاس العالم المصغره، بطوله كاس القارات. كاس العالم زي ما انت عارف بيشارك فيها كل المنتخبات من كل القارات السته، ايضا بطوله كاس القارات الانتر كونتيننتال للانديه، ودي بطوله في نسختها الاولى بعد قرار الاتحاد الدولي توسيع بطوله كاس العالم للانديه وتغيير نظامها بعد النسخه الاخيره اللي في السعوديه، فبيشارك فيها ممثل نادي من كل قاره من القارات السته. كالعاده طبعا النادي الاهلي فخر مصر والعرب وافريقيا، ممثل لثلاث قارات بمفرده.